ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا الجميلة اللي نورتنا في الحلقة اللي فاتت ونورتنا الحلقة دي كمان، علشان نعرفكم قد ايه موضوع الانجليش دي حاجة مهمة جدا في حياتنا وحياة ولادنا. معانا ميس ندى، منورانا يا ميس، ربنا مساء السعادة يخليك، ده لتاني نورك، مرة، ميرسي ومبسوطين ان احنا شفناكي تاني. ميرسي، ربنا يخليك. قوليلي بقى يا ندى، ازاي الام تقدر تنمي الانجليش عند ولادها؟ طيب اوكي، مبدئيا ان الام تنمي الانجليش عند ولادها، قدامك اربع حاجات مهمة جدا، تمام؟ أربع حاجات. اربع حاجات لازم تهتمي بيها، اللي هما الفور سكيلز. اوكي، الليسننج اولها، الليسننج اللي احنا نسمع، سبيكينج ان احنا نتكلم يعني كويس قوي، تسمعهم سونجز تسمعهم مثلا، سونجز كتير، تسمعهم افلام بالانجلش كتير، ان هم يقدروا يلقطوا على الاقل بعض الكلمات شويه، تمام؟ ده الليسننج. في سبيكينج، ان انت تقدر تتكلم، يعني انت تعودين ان هو يتكلم عن نفسه شويه، يقدم نفسه بالانجلش، يجي يقول لك النهارده ايه اللي حصل معاه في السكول او في النيرسري، تمام؟ يقدر ان هو يكلمك، يعرفك ايه اللي حصل معاه النهارده، حتى لو انا مش بيرفكت في الانجليش. حتى لو انت مش بيرفكت، انت حاولي تخليه معظم كلامه اكتر انجليش بيكون بالانجليش من العربي، ده لو انت فعلا حابه ان انت تنميه. فكده قدامك حاجتين، الليسننج قلناها خلاص بالسونجز وبالموفيز، تمام. وفي السبيكينج ان انت تعرفيه يتكلم. في كمان الرايتنج اللي هي الكتابه، ان انت بتنمي عنده ثقافه الكتابه شويه، يعني انت لما ياخد كلمه مثلا في السكول النهارده، خدها كلمه مثلا زي كلمه فوتبول، تمام؟ انت بتخليه، قولي له اعملها في سنتنس، اكتبها في جمله، اكتب لي، اتكلمني عنها، قول حتى لو 5 سنتنس، 5 جمل بس كده عن الموضوع اللي انت خدته النهارده. فانت كده بتنمي عنده طريقه الكتابه، ده اللي هي الايه، الرايتنج. يبقى في احنا عندنا دلوقتي الليسننج، سبيكينج، الرايتنج، في كمان الريدنج. الريدنج اللي هي القرايه، بتنميها ازاي؟ انت بتجيبي له بعض الكتب او الستوريز اللي بيكون بالانجلش، تقولي له مثلا اقرا مثلا الستوري دي، وهسيبك مثلا النهارده، وتاني يوم تقول لي انت فهمت منها ايه، حتى لو فهم بس هيفترض ان هو فهم بيدج واحده منها، صفحه واحده من الستوري كلها. فده انت بس عينه لقطت الكلام بالانجلش. ايوه، عينه لقطت الكلام كويس، على الاقل خزن بعض الوردز او بعض الكلمات في دماغه، فهم السمري او المغزى بتاع الستوري على الاقل اكتر ما كانش يقرا خالص. تمام. فكده عندنا الفور سكيلز دول اهم حاجه لو انت حابب تنمي الانجليش عند ابنك. طيب خلينا بقى الاطافيل الحلوين كده، كل واحد يعرف نفسه بالانجليش. قوليلي واتس يور نيم؟ اي ام ماكتور. كملي، عرفي نفسك. اي ام ان برايمري 2. اي ام ان زوسر سكول. ثانكس. ادي بقى اللي بعدك. اي ام يوسف. اي ام، علي صوتك. I am Yusuf. I am 8 years old. I study in Sosar Princess Language School in primary 2. My hobby is playing football. I like watch Premier League. I like Mohamed Salah and Demis. Thanks يا روحي. I am Karin Haney. علي صوتك. I am Karin Haney. I am 8 years old. I am in primary 2. I am in Sosar School. Thanks. I am Fairuz. I am in primary 2. My father name is Mahmoud. My mother name is Noha. My favorite sport is swimming and gumbaz. I want to be engineer. Thanks يا حبيبتي. قوليلي بقى يا ندى، في امهات كتير بتبقى عايز تعرف ايه الفرق بين الانجليش البريتش والانجليش الامريكي. الانجليش البريتش والانجليش الامريكان. طيب، هو في 3 ديفرنس بتوين الانجليش البريتش والانجليش الايه الامريكان، يعني في 3 اختلافات بينهم. ايه هما الثلاث اختلافات دي؟ اول حاجه عندي السبيلنج. السبيلنج بتاع الكلمات اللي هي طريقه النطق او الحروف نفسها. في البرونونسيشن، النطق بتاع الكلمه نفسها بيختلف، زي مثلا لما اقول واز او ووز، تمام؟ في الفوكاب نفسها. الاثنين صح ولا الاثنين صح؟ صح، واحده امريكان واحده بريتش. وفي عندي كمان الفوكاب نفسها بتختلف بين البريتش وبين الامريكان. زي عندك مثلا كلمه زي كلمه كاندي، كاندي معناها حلويات. كاندي دي بالامريكان، ممكن اقولها بالبريتش زي ممكن اقولها سويتس. سويتس دي بالبريتش. طب ايه الفرق يعني، امتى استخدم مثلا كاندي وامتى استخدم سويتس، ولا دي از يو لايك؟ لا، از يو لايك طبعا. لا، از يو لايك. وبعدين خدي بالك، في مناهج في مصر او في مدارس بتفضل ان هي تنزل المناهج الهاي ليفلز بتاعتها بالامريكان، وفي مدارس تانية بتفضل ان هي تكون بالبريتش، ودي بيرجع للمدرسه طب نفسها. ايه الاسهل؟
الاسهل الامريكان بالنسبه ليه بقى؟ للاطفال. بالنسبه للاطفال وبالنسبه لاي حد حابب يتعلم لانجويج جديده عموما. يعني عندك اكتر تشبيه بيتقال عن البريتش والامريكان ان البريتش عامله زي العربي او اللغه العربيه الفصحى قوي اللي هي مليانه رولز وقواعد وجرامر، لكن الامريكان اكتر زي اللغه العاميه اللي احنا بنتكلم بيها في الشارع، تكون سريعه والاكسنت بتاعتها سريعه والناس بتستسهلها، الفهم بتاعها اسهل والناس كمان بتستسهلها اكتر. فمعظم الكلام بيبقى امريكان احسن. طب قولي لي كندا، ايه اهميه الانجليش في حياتنا وفي باقي المجالات؟ لان في ناس بتفتكر هو ماده عايزه اخلص منها اخر السنه وامتحن الاكزام وخلاص خلصنا. لا طبعا على كده. انت لازم عندك دلوقتي تفرقي الفرق بين الانجليش كماده والانجليش كلغه كلانجويج. تمام. الانجليش كلغه هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في ان انت فيما بعد عندك فرص العمل او سوق العمل عموما. انت دلوقتي اي وظيفه بتقدمي عليها اول حاجه بيقولها لك او بيمليها لك في الابلكيشن عندك كام لانجويج، بتتكلمي كام لغه، في كام لغه انت عارفاها، طب بتتكلميها بدرجه ايه، يعني جود ولا فيري جود ولا اكسلنت. ده اول حاجه. كمان في سوق العمل السالري بتاعك بيعلى اكتر، مرتبك بيزيد لما بيكون عندك لانجويج اكتر. اكيد طبعا. طبعا ده بالنسبه لفرص العمل. في كمان اللانجوج الانجليش مهمه بالنسبه لنا السفر. يعني دلوقتي انا سافرت بره مصر، سواء انا مسافر سياحه او سواء انا مسافر للشغل، لو انا مسافر سياحه فده هيفيدني اكتر ان انا اتواصل مع الناس اللي بره، او ان انا اتعرف اكتر على ثقافه الناس اللي بره، اقدر افهم هما بيتكلموا في ايه، مبقاش ماشي تايه كده. يعني انا مثلا انا سافرت سياحه اوروبا مثلا او امريكا او اي حاجه واتيفر، بقدر افرق ان انا اتكلم مع الناس كويس بالانجلش. ده بالنسبه للسياحه. لو في الشغل، طب ما ده بيفيدك ان انت تتعامل مع الكاستمرز او العملاء بتاعتك كويس، ده بيخلي السالري برضو بتاعك بره يعلى. وظيفه فرص وظيفتك بره طبعا بتكون افضل واحسن بكتير. ايوه. طيب قولوا لي بقى يا اطفالي حلوين كده، بتذاكروا الانجلش ازاي وبتستفيدوا من الانجليش في ايه؟ قولي لي كده. نبدا من ملك. عشان بتذاكري الانجليش ازاي الاول؟ عشان بحب. بتذاكريه ازاي؟ مين بيذاكر لك الانجليش؟ مامي. طيب. مامي كل يوم تذاكر لي الوورد. طيب بتستفيدي من الانجليش في ايه بقى؟ عشان بحب اغني سونجز. عشان بتحبي تغني سونجز، بيسهل عليكي ان انت تغني سونجز انجليش. طيب اوكي، ادي المايك لي، قولي لي بتذاكري الانجليش ازاي وبتستفاد من الانجليش في ايه؟ بذاكر الانجليش مادة سهلة اللي هي بالنسبة لي. مين بيذاكرها لك؟ ماذر. ماي ماذر؟ اوكي. طيب بتذاكرها، قولي بقى بتستفاد منها في ايه؟ في الانجليش بيفيدك في ايه الانجليش في حياتك؟ بستفاد منها مثلا واحد من بلاد تانية كلمني انا اعرف ارد عليه، افهم سونجز، افهم افلام بالانجليش. شاطر يا حبيبي. طيب ادي كده المايك ليها، قولي لي بتذاكر الانجليش ازاي؟ اما بروح بقراه وفي الاخر بقعد اكتبه واحفظه واعمل ديكتي عليه. ديكتيشن. اوكي ديكتيشن. انا بحفظ الجرامر كويس عشان لما اروح للميس اكون حافظاه. شطوره. طب الانجليش بيفيدك في ايه في حياتك؟ بتعملي ايه بالانجليش؟ عشان بحب اسافر كتير، لما اشوف ناس بتتكلم انجلش بفهمه. علشان لما تسافري وتشوفي ناس بتتكلم انجلش تفهميهم. شاطرين. طب قولي لي بقى يا ندى، حد في سننا كده انا وانت، ازاي نمي عنده الانجلش لو الدنيا اصلا من زمان بايظه؟ طيب لو حد كبير كده في سننا، لو هو مش اطفال، في قدامه فرصه ان هو ياخد كورسز في اماكن مختلفه. والموضوع ما بيبقاش صعب؟ والموضوع بيبقى على حسب امكانياتك وعلى حسب وقتك. يعني انت ممكن تكون امكانياتك الماديه كويسه جدا انت تاخد انجليش كورسز وفي اماكن موثوق منها، طبعا اسعارها مش في متناول الجميع، مش في متناول الناس كلها. لو انت امكانياتك مش هتسمح انت تاخد كورس، انت ممكن تنمي نفسك في البيت. يعني انت ممكن تفتح اليوتيوب تشغل سونجز بالانجليش، حتى لو انت مش فاهم معنى السونج او مش فاهم هي بتقول ايه، ممكن ودنك هتلقط ووردز شويه تبتدي انت تسجلها او تجيب الليركس بتاعتها الكلمات بتاعتها من على اليوتيوب، بعد كده تعمل الترانسليشن تعرف الترجمه بتاعتها، فهتلاقي نفسك بقيت عندك براكتس اكتر في اللغه. في كمان تنمي لغتك ازاي، لو انت بتكلم ناس على السوشيال ميديا من بره مصر، انت ممكن تفضل تكلم ناس امريكان كتير من بره مصر، كلامه معاك وردك عليه هيخلي عندك ثقه في النفس اكتر، تقدر ان انت عارف ان انت بتتكلم وبترد بالانجلش كويس، ده برضه هيخلي عندك حصيله فوكاب كويسه جدا.
في كمان انت تتفرج على افلام انجليش كتير لو انت حابب انك تقفل الترجمه او ترانسليشن وتشوف الفيلم وتشوف انت هتستوعب منه قد ايه. لو انت استوعبت منه حتى بنسبه 30% بس فانت كده نجحت. طبعا كل ده بالبراكتس مره على مره بتقدر ان انت تنمي اللانجوج بتاعتك اكتر. في خلال وقت قد ايه لو انا متابعه كل التعليمات اللي في الكورسز وكده اقدر انه انا الاقي فرق بعد وقت قد ايه مثلا؟ لو انت بتاخد كورسز لا على الاقل بعد 3 ليفلز، بعد 3 ليفل هتحس ان انت عندك ديفرنس بالمستوى بتاعك الاول ومستواك دلوقتي. انت على الاقل انت بدات تتكلم انجليش كويس، بدات بتكتب اسهل، بقى في كوميونيكيشن بينك وبين الناس اللي معاك في الكورس. ده لو انت بتاخد كورس. لو مش بتاخد كورس وانت في بتعمل زي ما انا بقول دلوقتي في البيت سونجز وافلام والكلام ده، فده هياخد منك على الاقل 6 شهور. طب قولي لي بقى، كل حاجه بيدرسها الطفل في الانجليش في المدرسه بيستفاد فيها فيما بعد ولا لا؟ لا مش كل حاجه. ازاي بقى؟ لان تعليم المدرسه بيبقى اكاديميك اكتر. يعني ايه اكاديميك؟ يعني المدرسه بتركز اكتر على الجرامر، الرولز، القواعد، الفوكاب، الكلمات دي. لكن فيما بعد اللي هيفيدك اكتر زي ما انا قلت من شويه الفرق بين الانجليش كلانجويج والانجليش كماده كلغه، هو اللي هيفيدك اكتر زي ما بقول بالكورسز والكلام ده، وتقدر تعمل براكتس هتستفيد اكتر بعد كده. لكن الانجليش كماده هينتهي معاك مع الوقت بعد مرور الدراسه كلها. لكن كلغه هو اللي هيستمر معاك. اللي هيستمر. طبعا. نورتينا يا ندى في مساء السعاده. وقبل ما نختم الفقره بتاعتنا الجميله دي، لان انا بعتبرها فقره مهمه جدا في برنامجنا، عايزين القمرتين الحلوين، في مين تاني غير ملك قال لي صوته حلو؟ انتي صح؟ طب تعالوا كده، تعالي يا ملك جنبي، كل واحده هتغني حته كده سونجز صغنونه، سونج صغيره بالانجلش. لا تعالي هنا جنبي كده، ايوه كده، اقفي هنا، تعالي كده كده كده. ايوه كده، يلا هتغني لنا ايه النهارده؟ نقول ليتل فينجر. ايه هتغني ايه؟ قولي لي. انا بصي لي انا فينجر. هي حافظه ليتل فينجر. هتغني ايه؟ فينجر. فينجر. طيب يلا اوكي غني. ثانيه يلا غني. نسيتيها؟ طب غني اي حاجه انت فاكراها. غني اي حاجه يا مال. انت غنيتي المره اللي فاتت وكنت جميله. طب اقعدي مكانك، اقعدي مكانك على ما تفتكري، وادي المايك للجميله دي وانت قاعده كده مكانك. يلا غني قولي اي حاجه. شولدر نيز اند توز، نيز اند توز، هيد شولدر نيز اند توز، نيز اند توز، اند ايز اند ايرز اند ماوس اند نوز، هيد شولدر نيز اند توز، نيز اند توز. برافو برافو، جود جيرل. نورتونا يا اطفالي يا حلوين، ونورتينا يا ندى، وتوعدينا تيجي تاني عشان تفيدي الناس اكتر بالانجلش وقد ايه هو مهم في حياتنا ولولادنا. نطلع فاصل، استنونا ما خلصناش.